شك. طيب دكتور نبيل شعث الذي تقلد زي ما كنت بقول العديد من المناصب داخل الحركة في فتح أو في الدولة، ما بين نائبا لرئيس الوزراء، ما بين وزيرا في أكثر من حقيبة سياسية، الآن مفاوضا دوليا للحركة على مستوى العالم، هل ده سبب من أسباب وجوده في القاهرة أم أن القاهرة لحضور فعاليات معرض الكتاب وندوات فيحضر الدكتور نبيل بصفته كاتبا؟ أنا أتيت إلى الإسكندرية أولا ثم القاهرة. الإسكندرية كصبي عمري 8 سنوات يعني، وعشت في مصر بشكل مستمر ما عدا مرحلة دراسة الدكتوراه في أمريكا، وسبع سنوات قضيتها في لبنان، كنت فيها رئيس مركز التخطيط الفلسطيني، ولكن ايضا رئيس دائره اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه في ايوه. بعد السته والسبعه دول 13 سنه دول انا عشت في مصر من عام 1947 الى عام 1994 بعد الفترتين الصغيرتين. وحتى بعد ال 94 انا عدت لاسكن القاهره ما بين عام 97 بعد انقلاب حماس في غزه فبالتالي من 97 ل 99. فالعودة إلى مصر والأبناء عايشين هنا يعني. أنا تعلمت هنا إلى البكالوريوس يعني ابتدائي ثانوي البكالوريوس، تزوجت زوجة مصرية عظيمة وصالحة يعني، كانت زميلتي في الجامعة الإسكندرية وناضلت إلى جانبي سنين طويلة قبل وفاتها المحزنة في حادث سيارة يعني. وأنا عدت بعد ذلك وأنشأت الخبراء العرب في الهندسة والإدارة ودار الفتى العربي ومعسكرات الكمبيوتر العربية، انطلقت أيضا من مصر. وبالتالي جزء مهم من حياتي الشخصية والإنسانية والسياسية والثقافية والعملية قضيت في مصر. وبالتالي أعود إلى مصر، لسه أولادي عايشين في مصر ولسه بيتي في الشقة الصغيرة في جاردن سيتي اللي تأجرتها عام 1965 ما زالت قائمة يعني، عاش فيها بنتي وعاش فيها ابني الأكبر ثم ابني الأصغر وأعود لها متى شئت. صحيح المناسبة كانت معرض الكتاب، وأنا حضرت معرض الكتاب في القاهرة منذ اليوم الأول الذي أقيم فيه معرض الكتاب، وكنت أشرف على الجناح الفلسطيني لمدة 10 سنوات لما كنت مسؤول عن دار الفتى العربي لكتب الأطفال وقصص الأطفال. فلي ذكريات وأصدقاء وأعزاء وحياة في مصر تشدني إلى مصر كلما أتت الفرصة.